السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا إيه إبراهيم. النهاردة إن شاء الله هنعمل خاتم الفيونكة. ده فيونكة ممكن إن هي صعبة وتاخد منك وقت، بس النهاردة إن شاء الله هقولك على طريقة تساعدك إنك تعملها بسرعة ويكون شكلها حلو. يلا نبدأ. أول حاجة هرسم الأرك بتاع الفيونكة عادي جدا. ونعمل ريبل. باستخدام روتيت عشان احافظ على الدوران ويبقى الشكل حلو. نعمل ريبيلد تاني تأكيد على الشكل. لو ظبطت الكيرف التاني بتاع الفيونكة ممكن اخد الكوبري واوديه هناك عادي جدا. انا هشيل ده وهشتغل على اللاين الاولاني بس عشان لما اخد كوبي يبقى الخط اللي انا اخدته واخد الارتفاعات بتاعتي بالظبط. اول حاجة هعمل اكسترود لللاين عشان احس بالحركة اكتر. ممكن اعمل بوردر بالارض عشان احس برضه بالارتفاعات، وهرفع النقط بالمنظر ده. دي نقطة الارتفاع بتاعتي، راح اول واحدة. وارسم كأني برسم أوفالة زي ما رسمت في الطب بالظبط. اهم حاجة النقطة دي ما تقربهاش. اعتبرها نقطة محرمة. دي هي اللي بتبوظ شكل الفيونكة. في ناس ممكن ترفعها لفوق والشكل يبوظ منها. هاخد الاتنين كوبي. ممكن اللاين التاني بس اميله شوية لتحت عشان تبقى الفيونكة من الرايت مايلة كده شوية. تدي احساس واقعية اكتر. واظبط الخط بسيط. بس كده فيونكة خلصت. شفت بسيطة ازاي؟ عشان اعمل كروس سيكشن هجيب بالايزر كيرف لاين في النص. واخد دبل كليك من قدام من ورا. وغير البوزيشن بتاعي. نعمل سويت وايت.
هدي بس من كل شوية طلع داخل بيضة. ممكن اخدها ميرور يبقى ده شكل الفيونكة. هجيب الشكل في السنتر الأول. أنا هعملها روتيت بالمنظر ده. ممكن انها ضم شوية ممكن امر بنسى اكتر كله بروتيت. حرك النقطة روتيت وحافظ على دوران الشكل. ممكن نيجي في النص نعمل است كده. انا هدي اوفست للعرض اللي انا عايزاه واظبط الروتيت على اساسه. حتى مظبوطها بالطريقه اللي تعجبني. ضمها شوية بس. الرفع بقى الحتة اللي داخلة جوه دي هي اللي بتبقى عالية، الحتة اللي تبقى طالعة بره بتبقى واطية. دي هي قواعد رفع الاس دي. ان انا ما ابص من الاوجه تبقى عامله انفينيتي شويه. نفس الوقت ما بينهم عالي جدا بس اتخيل الشكل. وهرفعها بالنسبة للفيونكة طبعا عشان يبقى فيه ليفل ما بينهم. هبعد النقطة دي شوية. ممكن ان انا نوطي شوية ميبقاش البولدر عالي. انا بظبط لاين والتاني بيتظبط على اساسه. ممكن نيجي في الآخر أرسم لاين كده بالعرض وأعمله بروجكت على السيرفس. يبقى ده الكروس سيكشن بتاعي. أعمله ريبيت.
ومن الستة طيب تعالوا ننظف الفيونك. حسن الفيونكة بالنص. وياخد الخطوط دي لبره والسكشن واللي بره من الناحية التانية. ممكن انضف واخد اللاين ده واعمل له بروجكت وادخل منه اوفست لجوه شويه عشان بس ما يبانش القطر. بس كده في جزء من القطع داخل في البوردر. هعمل انترسكشن تشيل الحتة دي. هعمل سيرفس منزله بالارتفاع بتاعي اللي انا عايزاه. ممكن هي لقيتها عالية قوي اوطيها شوية. المنظر ده بحيث ان هي تبقى بحيث ان البوردر ما يبقاش عالي قوي ويبقى الشكل متناسب. تعالوا ننظف. ناخد البوردر ده عادي جدا واعمل منه سوليد نو اوفست سوليد نو. وقطع زيادة واللي بره بتاع الفينتر بتبقى اوفسيت عادي. هنا دي الاوفسيت. هنا السمكة داخلة لجوه شوية فأنا هنزل بولدر 0.6 عادي عدد عشان ما يعمليش مشكلة في الانتاج اندر كت. عشان ما يعمليش مشكلة في الانتاج وهاجي من هنا اعمل تراكت ايزو كيرف على لاين من هنا ولاين من هنا وسويب وان راي. انا كده قفلت شكل الفيونكة بتاعتي عملتلها بوردر صغير.
دار على المشاكل اللي كانت موجودة من الأخت طلع بره. استخدم التولز دي ونزل النقطة شوية. هاجي من تحت عشان ننظف، هجيب الانترسكشن ما بين البوردر وما بين الفيونكة ونقطع الزيادة. نعمل روتيت للفيونكة. ودي الأوبسل. تعالوا بقى نشوف البوردر ده، لما وديت له أوبسل طلع ظاهر بره أوي كده. هنعمل زي المرة اللي فاتت، نقطه وننزل النقطة تحت شوية. طيب تعالوا نحط على الخاتم. نرسم الدايرة بتاعة الـ ID وأعمل منها أوفست 1.5 بالساعة اللي أنا عايزاه. ونقيس اللاين ده، نرسم لاين تاني بالعرض مكان. بعدين نعمل فلو ألم كيرف. ادي الفيونكة بتاعتي كده. ممكن الراينو بولد استخدم شانك، هو الشكل اللي انا عايزاه. بالاي دي هشيل بس الستون دي مش عايزاها. تمام، من كل الاوجه دوس اوكي. نيجي من هنا ناخد اكستراكت للبولدر بتاع الفيونكة. نعمل انترن ستيم. شيل زيادة بس كده. وبكده نكون خلصنا. فضلا وليس امرا، اعمل لايك وشير عشان غيرك يستفيد، وهتلاقي في الديسكريبشن فور ياريت تقول لنا ايه الفيديوهات اللي تحب تكون موجودة في الفترة الجاية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.